سيدي الرئيس، بادئا ببدء أتقدم بالامتنان والشكر لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، لرؤيته الثاقبة ومباركته لهذه الجماعة على هذه الجماعة العزيزة، مجموعة من المشاريع رأت النور على يده، ولعل آخرها مشروع البراق اللي يتأصل من اسم شريف، مشروع فائق السرعة غير بعض المعالم، وجماعة طنجة كانت من أكثر الجماعات استفادة منه. مشروع عرف انتقادات، عرف سخرية، عرف تهكم، شنو نقص كالعريان، نقص للخاتم، بل ذهب بعض المسؤولون إلى اعتباره هدية وإرضاء للجمهورية الخامسة بعد إبرام صفقة سلاح الجو مع الولايات المتحدة. ولكن سخرية القدر كانت حاضرة بحال اللي قال السي عبد العزيز بن عسوس. فرصة ثمينة كذلك لنقدم الشكر والامتنان للدولة الإسبانية ملكا وحكومة على هذه الهدية الثمينة، والتي هي عبارة عن تفويت مسرح سيرفانتيس للدولة المغربية، وليس فيه أي توريط، بالعكس الجميع كان يحلم بهذه الفرحات بهذه الساعة. ومن هذا المنبر أتقدم بالشكر لمجموع الجمعيات التي ناظرت من أجل هذا المشروع، الغير المنتمية حزبيا، على رأسها جمعية البوغاز وجمعية محبي مسرح سيرفانتيس والمرصد، مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية. هذا مشروع حلمنا به وجاب الله التيسير، ما احتاجش نتسرعوا الإخوان باش ما ارتكبوش شي غلط ونبلوكيو داك المشروع. خليونا نتمتعوا باللحظة فهاد الساعة، لا تعلينا. المشروع في يد أمينة، المفروض الآن هو نعرفوا نلعبوا الدور ديالنا. أنا أشكر مركز دراسات ابن بطوطة اللي دعاني كما دعا مجموعة من الإخوان إلى ندوة أقامها بهذا الموضوع، وانبثقت من ذلك الندوة أفكار، فكرتين رئيسيتين. الأولى وأنا أنقلها هنا للأمانة ليس إلا أهم من المسرح اليوم، هو ما هو واقع الشأن الفني والثقافي والمسرح بجماعة طنجة. بعض الأصوات قالت بأنه تتخوف من أن يتحول مسرح سيرفانتيس كما تحول أحمد مكبخ كما تحول الحداد إلى قاعة للأفراح. هنا فاش خصنا نفكروا. النقطة الثانية التي انبثقت، وهنا دور الجماعة، هنا دور الجماعة، هو التهيئة ديال محيط مسرح سيرفانتيس. سيدي الرئيس، سادة الحضور، لن تفوتني الفرصة كذلك لأتقدم بدوري بالتهاني السيد والي الجهة السابق الذي حظي بالثقة المولوية واليا على جهة الرباط سراء القنيطرة. كلام كثير يستحقه ذلك الرجل، لكن واجب تحفظ يلزمنا بأن نتقدم فقط بالشكر لما قدمه لساكنة هذه الجماعة ولتتبعه الصارم والفعال لكل المشاريع التي كانت تديرها أيديه، ونشكره على كل المجهودات الضخمة اللي قام بها في إقليم الحسيمة والتي ساهم بها إلى قفز بهذا الإقليم إلى درجات جديدة. وأهنئ كذلك باسم فريق التجمع الوطني الأحرار الباش مهندس محمد المهيدية على الثقة المولوية التي حظي بها
واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة. وهذا التعيين يأتي في ظرف جديد ستشهد فيه المراكز المحيطة بجامعة طنجة مشاريع استثمارية ضخمة مهيكلة ذات بعد وطني، لعل أبرزها مشروع مدينة محمد السادس طنجتك اللي بعض المقررات الإدارية بدأت تصدر في شأنه، لعل أبرزها نزع الملكية وإصدار التصاميم العمرانية الأولى. هذه الفرصة كذلك استغلها لنعبر سيدي الرئيس المحترم عن تضامننا المطلق مع تجار سوق كسبرات الذين يعانون من منافسة غير شريفة جراء اقتصاد غير منظم. والغالي في هذه الأحوال ثقافتنا الشعبية ذهبت دائما إلى اعتبار أن المسؤول على هذا الخلل هو الإدارة الترابية. يعني أي مواطن يقول لك القايد مدى الشغل القايدة، في حين أن الملك العام الذي يقع فيه هذا الخلل هو ملك عام منطوق. هذاك الملك العام ديال الجماعة، الطريق اللي نضى في هذاك الفوضى ديال الجماعة يقدر يدخل سيد القائد واحد النهار جوج ثلاثة، ولكن كيتدخل لظروف معينة، تقدر تكون أمنية، تقدر تكون بروتوكولية، تقدر تكون، ولكن صاحب الملك العام هو اللي خص يكون صارم وحازم. فبالتالي الجماعة عندها دور من أجل يعني تخلي هاد الناس ديال التجار يباشروا التجارة ديالهم في ظروف سليمة، ولا سيما أننا ندربهم، ندرب الأنشطة التجارية ديالهم، كنكريولو أي واحد كنكريولو باش يمارس التجارة ديالو خصنا نعاونوه. من هنا أبلغ السيد الرئيس هذه الملاحظة وأرجو أن تنال من مسامعه. هناك مجموعة أخرى من أسئلة السيد الرئيس كالنقل العمومي. النقل العمومي لا ننكر وبفضل المجلس السابق لأنه طنجة تتوفر على أحسن العقود في ميدان النقل العمومي الطرق عبر الحافلات عفوا، ولكن العقدة اليوم راه قربت تنتهى. في نفس الوقت اللي كيعاني هذا المرفق الاكتظاظ، الأسطول بدأ يتدهور، والانتظار المواطنين أو المرتفقين بدأ يطول مقارنة مع السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة. أنوه بدوري كما نوها مجموعة من المستشارات والمستشارين بمستوى المداخلات والمداخلات القوية من المعارضة والأغلبية، لكني ارتأيت أن أنوه أكثر بالمعارضة لأنه تتعلم تصبر، هي منبثقة من أحزاب مارست التدبير ولم تمارس المعارضة، كان خص شي وقت تعلم. وسمعنا كلام باش ما نتهموهاش، سمعنا كلام، صرنا مغفلون الذين لا يفقهون لا يعقلون ولد الشيخة الى غير ذلك، ما حتاش نزيد باش من ولد الزنقه ما سمعتيهاش السي حسن، ولد الزنقه ما سمعتيهاش السي مرسو، السي مرسو، السي مرسو، السي مرسو، الله يهديك الله يهديك شوف حنا المستشارين ومستشارة الإخوان راه كنعرفو ندافعو على راسنا، ما كنحتاجو شي حكومة، هادي المستشارين مع بعضهم خليهم يدارو مع بعضهم، نتوما سكتو وتفرجو. السي حسن اللي قال السيد الرئيس كنأكدو الإخوان حنا مستشارة المستشارين كنعرفو ندافعو على راسنا، ما تخافوش شي.
هذه الفرصة كذلك باش نهنيو السي حمد بالروحو نهاية الولاية ديالو كرئيس الفريق. السي حمد يعني مهما اختلفت المواقف كيقول دائما الرأي ديالو بأدب وباحترام وبأخلاق وكيدافع على الموقف ديالو. وانا حسيت بهذه المرة هذه تحرر من ذاك رئاسة الفريق وقلت اللي جال المنبر لهنا. وأواصل تهاني السي محمد بوزيدان الرئيس الجديد الذي حظي بتزكية أكبر فريق داخل هذا المجلس، واللي بالمناسبة هو ليس بالعضو العادي داخل هذا المجلس، هو سبق له ولاية تحالفنا معاه واشتغلنا جنبا إلى جنب ونظرنا كان ظروف ديالنا نظرنا. فلذلك هو اليوم مطلوب كرئيس أول فريق باش يقوم بواحد المجموعة من المبادرات، لأنه الاحتقان كائن داخل المجلس، احتقان كائن. التواصل وصل إلى حده الأدنى. السيد الرئيس اللي عطانا هذه الفرصة نتكلموا باش ندوزوا الرسائل باش نصلحوا اللي يقدر يتصلح، وهذا كان هدف السيد رئيس المجلس. حتى الإشراك كنتكلموا على إشراك حزب أو حزبين أو فريق أو فريق. أنا ما نقدرش ندافع على اتحاد الدستور ولا على لائحة الوفاء، ولكن هذا الإشراك هذا أنهكتم المعارضة والضربة القاضية الضربة الأولى، معارضة لا تتوفر حتى على الربع. أكيد نقول بأنه معارضة ضعيفة، ولكن حينما نتكلم عن الإشراك نتكلم عن الإشراك في القرارات السياسية، وخصوصا لأن هذه أغلبية مطلقة عندها طريقة ديال التدبير ديالها ستختلف على الطريقة السابقة، وهذا دورة. لأنه كيفاش غيتطور المرفق العام إلا ما طورناش القرارات السياسية ديالنا وطرق التدبير ديالنا؟ إذا اللي كنكونوا متحالفين أو ماشي متحالفين حتى مع المعارضة كتتصل بالقيادات السياسية ديال المقاطعات أو ديال الجماعة وكتقول لهم فلان راه بدلنا الطريقة ديال التدبير، أو لها كيفاش غندبروا، أو لها كيفاش غنمشيو، وكناخذوا القرار. سي بن عزوز قال واحد الكلام حكيم داك النهار في واحد الحوار ديالو مع واحد الموقع، قال له سيدي أنا حليف ديالك غتفرق 500 شجرة، أنا عندي الحق في 200، أجي سيدي اعطيني غير 100 بارك عليك. هذا هو بغى يبسط طبيعة الحال، ماشي طريقة هذه. حنا قلنا بأنه داك الشيء ربما كان كيتذاق، دابا ربما غتقول له سي بن عزوز كاين تدخل فيما يتعلق بالتشجيع بالإنارة العمومية إلى غير ذلك. وهذا هو الإشراك، إشراكه في القرار السياسي، ولا كنا بالصح عندنا نية ديال الإشراك. أنا واحد العامي مرزوق ما كنعرفوش، ما تعاشرناش أنا وياه، نحن زملاء في مجلس المقاطعة، ولكن عندي عزيز احترم ما عرفتش علاش كيجيني رجل معقول نيشان داخل سفراسو دغري بحال اللي كنقول، ولكن غير باش نشبرك في التليفون محمد العربي خصني يومين على بولا ديال الضو، مابقينا شي مستشار ولينا كنضطر كنعيطو باش كنرغبو، وهذه حقوق، هذه حقوق ديالنا كنرغبو. بالمناسبة السيد المستشار حتى هذوك العمال ديال الشركة الخاصة راه ماشي معقول، ايه هم تناوي كيظهر لي نواهت بكل شيء وشكرت بكل شيء، ولكن خليت واحد السيد هو الاخر محمد البشير عبد الله اللي بدينا هو جالس، هو السيد الباشا والسيد نائب الاول تا هو اللي بدينا هو جالس، ما يقدرش اي واحد يعمل شي خاصنا نعترف. واش لانه السيد بشير داخل واحد الحزب الاغلبيه ما نعترفولوش يعني بالشيان ديالو والقيم ديالو ما نقدروش؟ كنشكروه على هذا المجهود، كنشكروه على هذه الفرصه اللي عطانا باش نتبادلوا الحوار بحال اللي قال دابا عاد، غير دابا عاد، لانه المجالس عندها ذاكره بحال اللي قال دابا عاد، لعلنا نصلحوا شي حاجه لا قدرنا نصلحوا يعني، ولا بغيتوا الاخوان ولو انه شويه تسرع الحق ديال يونس الشرقاوي شويه، يونس ما عندوش الحق يتدخل يتكلم ولكن وتراجع، هذا هو المهم، ما بقاش شد في ذاك الاغنام ديالو وتراجع، والامور دازت ونتمنى بانه هذه الامور هذه تصلح.
اللي كنتمنى الامر بين سي حمد العربي مرسوق ويونس يتصلح، لانه الهدف ديالنا هو نتناقشوا ونحترموا بعض وهانختلفوا. حضور الكريم، المجتمع المدني، وسائل الاعلام، رؤساء المصالح، موظفون، اعوان الجماعه، ممثلو الاداره الترابيه، السيد المدير العام للمصالح، السيد الباشا، السيد الرئيس المحترم، جاء في عرضكم مجموعه من النقاط ذات الاهميه البالغه واللي سعيت باسم الفريق ان اناقشها معكم. ولماذا؟ اذا كان هناك سؤالا ساطرحه عليكم لتجيبونا اذا كان ذلك ممكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد باشا، ممثل السلطه الحكوميه المكلفه بالداخليه، السيد المدير العام، الساده الموظفين واعوان الجماعه، الساده ممثل الاداره الترابيه، زميلات الزملاء، ممثل وسائل الاعلام، المجتمع المدني، حضور الكريم، السلام الله عليكم. السيد رئيس البارح نقدم التعازي ديالي للسيد رئيس قسم التعمير السيد خالد تبالي اللي فقد الوالد ديالو الجمعه اللي فاتت، ونطلب الله يصبروا ويبدل المحبه ديالو بالصبر ويلحقنا بهم ان شاء الله مسلمين محسنين تائبين طائعين. السيد رئيس، باش نختم المقدمه ديال البارح، بقيت هناك واحد المجموعه ديال التساؤلات. تكلمت على الموضوع ديال سوق كسرطة اللي اصبحنا كنجبروا صعوبه كبيره من اجل الولوج اليه، راجلين ماشي في السيارات، راجلين كنجبروا صعوبه كبيره. تكلمت على الحافلات النقل العمومي، ونسيت فنسيت ما كملتش، بغيت كنسول السيد الرئيس ما هو مآل مجموعه من المرافق والمنشآت العموميه اللي جات في اطار طنجة الكبرى. هذه المناسبه كنتذكر حاولت نقنع بعض الاخوان منهم سي حسن السلالي، قنعتهم على مضض من اجل التصويت على مقرر جماعي يقضي بتفويت التدبير التقني وكالة تنمية الأقاليم الشمالية. كنا دوزنا هذا المقرر، حسبنا بأنه هذا تفويت التدبير التقني لهذه المرافق للوكالة التنمية الأقاليم الشمالية غيسرع الوتيرة ديال الخروج لهذه المرافق والمنشآت العمومية. لحد الآن مجموعة من المنشآت والمرافق لم ترى النور، وأبرزها سوق الجملة، محطة الحافلات، ليزاباتوار. هذا سؤال بغيناكم تجاوبونا عليه السيد الرئيس. السيد الرئيس المحترم، جاء في عرضكم مجموعة ديال النقاط اللي اعتبرناها مهمة وجديرة للنقاش. واحد الإنسان أخر ما بحال اللي بدينا كنساوه، لا بد ما نذكروا الأستاذ أحمد فليوي رحمه الله. كنا كنبقاو بربعة بينا في المعارضة داكشي، حتى آخر دقيقة، سي حسن السملالي وسي حسن بن خيدار والأستاذ حبيب فليوي وعبد ربي، وكنا نقوم بمعارضة في محلها، وكنا نناقش مجموعة من القرارات اللي ما اتفقناش عليها، التاريخ عطانا فيها الحق، مثل القرار الجبائي مثلا، وكان كيلتحقوا بنا بعض الأخوان المهمين، أبرزهم زميلي اخ محمد الغيلان، اللي بالمناسبه السيد الرئيس تعرض لاعتداء جارح. انا ما عز علي سي محمد الغيلان، اقحم في موضوع ديال الاسواق، هو بعيد كل البعد عنه. هذاك السيد المعني بالامر ليس من اقربائي، انا بيديك كيجي من الله ولد عمو شحال هادي، تبين بانه ليس من اقربائي، وحتى إذا كان من الأقرباء ديالو، ما ذنبه؟ شمن ذنب عنده هو؟ ولا كان خاه ولا ولد عمه ولا ولد أخته تاجر ويستحق محل، وهو إيه؟ لماذا أقحم في موضوع
هو بعيد عنه وتم التشهير به. وهذا من هذا المنظر كفريق نتضامن مع زميلنا وأخينا سي محمد الغيلاني الغزوان. سيد الرئيس بحال اللي قلت في عرضكم جاءت واحد مجموعة من النقاط جديرة بالنقاش، حصرتها في أربعة نقاط: ساحة الثيران، المطرح العمومي، الميزانية، والتعمير. ساحة الثيران، المطرح العمومي، الميزانية، والتعمير. حتى أقتصر الوقت ولا أطول عليكم، الموضوع ديال المطرح العمومي سيطرح للنقاش في جدول أعمال الدورة، وبالتالي سأؤجل النقاش على النقطة هذه باش ما نضيعوش الوقت. مر ساحة الثيران. لا أخفي عليكم سيد الرئيس، عزمنا الحال كثيرا ونحن نتتبع في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ذلك الحفل الذي نظمتم على شرف مجموعة من ما عرفتش أنا واش طلبة واش مهندسين معماريين اللي قاموا بواحد العروض حول ساحة الثيران، حيث لم نستدعى إلى هذا اللقاء. وقبل ما كان يكون هذا اللقاء كان خص يكون لقاء مع الفرق ويسمع لنا السيد الرئيس شنو الرأي ديالنا، خصوصا بأنه في الفرق شخصيات عندها تجربة عندها تراكم في هذا الموضوع ديال ساحة الثيران، وخصوصا بالذكر سي عبد العزيز بن عزوز اللي اشتغل مع السيد الوالي السابق سي محمد حصاد لسنوات في هذا الموضوع مع الأستاذة وقيلة مع المهندسة هناء البكالي وقيلة، وعنده ما يقول في هذا الموضوع وطولا عنده معلومات. احنا بدورنا كنا غنسولكم سؤال بسيط: ما صحة ما يقال حول ما قال ساحة الثيران للسقوط؟ هي أين للسقوط؟ واش هذا الموضوع هذا كاين ولا ما كاينش؟ ما هو مؤكد حسب زميلي الأستاذ عبد العزيز بن عزوز بأنه ذاك المدرجات هي هشة، فبالتالي المشروع واش غنعاودوه بأكماله ولا غنرموه ولا هذا سؤال ديال البنية التحتية، يعني كنتكلموا على لا سيكوريتي على الأمن. بالتالي اعتبرنا بأنه هذا حيف في حقنا، نتمنى بأن لا تتكرر هذه الواقعة. جيو الميزانية، بالنسبة للميزانية الأخوات والإخوة أنا عندي واحد جوج الأرقام، هناك رقمين يعني يستفزاني ويقلقاني في نفس الوقت. الرقم الأول هو 98 مليار والرقم الثاني هو 103 ديال المليار. 98 مليار هي قيمة صفقة ميزانية النظافة بجماعة الدار البيضاء كما صادق عليها مجلس الجماعة ديال الدار البيضاء يوم الخميس 21 فبراير. يعني بأنه ميزانية النظافة الدار البيضاء أكبر من ميزانية جماعة طنجة كميزانية عامة اللي هي 73 مليار. وهنا يعني أنا ملي شفت هذا الرقم نهار الخميس كنت جالس رافعين يعني فشلت. فين حنايا وفين يعني بحال في باقيين بعاد ينتظرنا عمل طويل وشاق باش نوصلوا غير الميزانية النظافة الدار البيضاء خصنا واحد العمل. ميزانية ديال النظافة هي ثلث ميزانية الجماعة ديال الدار البيضاء يعني 100 مليار في 3 يعني ميزانية ديال الدار البيضاء 300 مليار. هنا باش كان طيب نقولوا بأنه جماعة الدار البيضاء جماعة كبيرة ضخمة وربما المقارنة هي مبالغة فيها. 103 مليار هي الميزانية العامة، هو مجموع إيرادات أو مداخل الميزانية العامة لجماعة مراكش. وهنا لا يعني ما هنا هذا غير جماعة طنجة تعرف نشاطا اقتصاديا كبيرا مقارنة مع مراكش على مستوى التصنيع، على مستوى إنعاش الاقتصاد، على مستوى إنعاش العقار، على مستوى الاستهلاك. راه غير تي في زيت بوحده كتخدم 70,000 ديال الناس، فبالتالي أين هو الخلل؟ فاش فاتتنا مراكش؟ مع احترامي للجماعة ديال مراكش بطبيعة الحال ماشي هذا حق بأننا نتنافس. الأرقام غير استفزوني وأنا أراجع مداخلتي.
ولكن في الموضوعين ديال طنجة وميزانية طنجة أبدأ بسؤال سيد الرئيس، ما هو مآل الميزانية؟ أين وصلت الميزانية؟ المعلومات التي لدينا يوفرها القانون ليس إلا، ما عندناش معلومات أخرى. كنعرفوا بأنه الميزانية لم يتم التصويت عليها وأحيلت على عملة طنجة أصيلة دون تصويت عليها، بمعنى بأنه من يضع الميزانية في هذه الحالة هو السيد العام، ومن ينفذها هو مجلس الجماعة. بغينا السيد الرئيس قلنا ما هو مآل في نص هذه الجامعة الميزانية في نفس الوقت، ربما ما غنتلقاوش حتى الماي حتى الدورة ديال الماي، وإلى صدق على هذه الميزانية نتمنى بأن نتوصل بنسخ منها حتى نمارس دورنا الرقابي. بالنسبة للميزانية وقع لدى واحد مجموعة ديال المستشارات والمستشارين وقع لهم واحد اندهاش أقرب من الصدمة، وهذا يتجلى في تغير الخطاب في ظرفية استثنائية من خطاب النكبة إلى خطاب النفس الإيجابي وفائض يقدر بين 70 و80 مليون ديال الدرهم. أنا عندي مقالات في مواقع إخبارية محلية وطنية ومحلية 28 دجنبر 2018، السيد النائب الأول في ضيافة أحد مراكز الدراسات أكد بأنه ميزانية طنجة ميزانية منكوبة أو تتعرض لصعوبات كبيرة. 7 فبراير يعني شهر، سيد الرئيس في عرضه وفي افتتاح دورة فبراير لمسنا نفسا إيجابيا في حديثه عن الميزانية وبأرقام كذلك 8 مليار. أين هي النكبة؟ أين هي الصعوبة؟ كنعرفوا بأنه تاريخ 28 دجنبر عنده دلالته، لأنه 28 دجنبر كنشدوا الحساب، سيكون عندنا الحساب، يعني ذاك الفائض راه باين، ولا ما كاينش الفائض باين، ولا غنعملوا زير نفقات قد الإرادة راه باين، لأن 28 باقي لك 3 أيام وتشد الحساب. إذا ما الذي وقع؟ وأنا شخصيا غنبقى نبحث حتى نجبر شنو وقع، لأن خصني نفهم شنو وقع. في نفس الوقت ما بقيناش حنايا جالسين كنستناو شنو وقع كنحسبوا، عملنا الشغل ديالنا، بغينا نعرفوا شنو وقع، علاش غنحققوا 8 ديال المليار. الفاصل في هذا الموضوع، وهذا الشيء السيد الرئيس اللي كان خصو يتحدث عليه، فاصل في هذا الموضوع هو الحجوزات والاحكام اللي هذه 3 سنين حنا كنسمعوا عليها. ما قد يسبب العجز هو الحجم الأحكام. كنا كنتناقشوا الإخوان في المستشارين في المعارضة شحال تقدر تكون هذه الأحكام اللي تنفذت في 2018، شحال تقولوا الإخوان؟ 10 مليار 15 12. 2018 تقطعت من الميزانية ديال جماعة طنجة، من رصيد جماعة طنجة لدى الخازن الإقليمي 1.8 مليار 18 مليون ديال الدرهم. هادشي اللي كاين. ولو مشينا للميزان الجزء الاول من الميزانيه قسم التسيير، كنجبروا بها كاين واحد الاعتماد ديالنا فقط 20 مليون ديال الدرهم ديال النزعه الملكيه. هذا كان جا في 2016 بفضل القراءه الثانيه اللي كان جاب السيد ولي الجهه السابق تنفيذا للخطاب الملكي السامي اللي كياكد على ضروره تعويض المتضررين من النزعه الملكيه. كنا عملنا 20 مليون درهم، كانت جات في قراءه ثانيه مجلس وصوتنا عليها. هذاك 20 مليون درهم داك الاعتماد ما استعملناهش، وتحجزنا 1.8 مليار، صدقنا غير في النزعه الملكيه حققنا فائض ديال 2 مليون ديال الدرهم في النزعه الملكيه. الموضوع الذي يوقفنا واللي فيه تهويل واللي فيه كثير من الكلام، عملنا فيه فائض
ملي عندك هاد البارامتر هذا هاد لو فاريابل اللي كيخلع مصاوب اللي باقي كلشي باين ما داخل عملتي 64 عفوا المصاريف عملتي 64 مليار وشي حاجه المداخيل وصلتي 102% ولا 103% في المداخيل الذاتيه و 97% في المداخيل المحوله هي يعني بين 73 و 74 مليار كتبقى لك واحد 8.4 ديال المليار انا كنقول انه من باب الامانه حتى يعني باش الراي العام كان يطمئن خصنا نقولوا يبدا الاحكام اللي هضرنا عليها الاخوان راه هذا العام هذا لم يقتطع الا 18 مليون درهم فيما يتعلق بهذه الأحكام ونزولاً عن عند رغبة بعض الأخوات والإخوة اللي يطلبوني باش نوضح بعض الأمور اللي خص الرأي العام يعرفها وثلاث مستشارات كاملين خصهم يعرفوها. في نوفمبر 2014 جاءت الحكومة مشكورة في شخص سي محمد بوسعيد وزير في المالية بمادة جديدة كانت تحمل الرقم 6 كتقول بأنه لا يجب الحجز على ممتلكات الدولة لماذا؟ ضمانا لاستمرارية المرفق العام لأن بحال اللي قال السي عزوز البارح كانوا يقدروا يجيو يحجزوا حتى التراكس ولا ما جبروش عندك الفلوس هذه الحكومة جابت هذه المادة جديدة في المشروع ديال 2015 مشروع القانون المالي آنذاك الأخ رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رجل الكفء السي عبد الله بوانو ذو الخطاب المتميز في المناقشة التفصيلية لأن القانون المالي يناقش مناقشة عامة ومناقشة تفصيلية في المناقشة التفصيلية طالب من الحكومة سحب هذه المادة وأبان عن إصرار في ذلك في لغة السياسة ملي كتصوت يقدر يردي يقدر يصوت ضدك وهذا غتكون سابقة في العمل البرلمان الأغلبية تصوت ضد القانون المالي فتم سحبوا هذه المادة هادشي كيف 2015 بدينا كنخمو نردو هذه المادة هذه وبغينا نردو هذه المادة هذه وصادق عليها مجلس النواب لكن مجلس المستشارين هنا دور ديال مجلس المستشارين لانه الكثير كيقول لك مجلس المستشارين ما عنده دور غير خساره ديال الميزانيه وصافي العكس توازنات كبيره على المستوى السياسي يحققها مجلس المستشارين وهنا الدور ديالو رجع داك الماده لمجلس النواب وانقلبت الاغلبيه الى معارضه من ناحيه العدد فتم سحب داك الماده لانه لا يمكنك ان تغير مواقفك بتغيير مواقعك ما يمكنش لا يمكن خديتي واحد القرار كانت عندك فرصة سانحة باش تمرض داك المادة ما خديتيش القرار داك الساعات يتحمل المسؤولية ديالو ولكن ماشي نهار اللي تكون انت كتسير تبدل القوانين على حسابك ما الذي وقع لأن هذا الموضوع أنا جبته يعني لأنه الإخوان طلبوني باش لأنه كاين واحد آخر جدول الأعمال السيد الرئيس ربما غيتكلم على هادشي ديال الأحكام وهذا يعني مبادرة طيبة السيد الرئيس باش نعرفوا مآل الأحكام ونتكلموا على هاد الحجوزات بدقة طيب تكلموا على المداخل أنا أهنئ الرئيس ونوابه وقسم الجبايات بالنتيجة اللي حصلوا لها واللي هي عبارة عن 100% في المداخيل الذاتية وربما أكثر شي 105% نهنيوه ولكن يقولوا لنا واحد الحقيقة مهمة وهاد السنة هذه حكومة مشكورة جاءت بمادة فريدة وهي الإعفاءات من الغرامات والذعيرة على جميع الرسوم والضرائب بمعنى بأنه الناس هرولت إلى المديرية الجهوية الضريبة وإلى الخزانة الإقليمية وإلى قسم الجبايات بالجامعة لأداء تلك الرسوم لأنها فرصة لن تعوض شخصيا كنعرف واحد الشخص كانت كتسلو 240 مليون
ولكن بالإعفاء غيخلص 160 مليون، يعني غيتعفى 80 مليون رهن الدار ديالو باش بر داك 75 مليون وخلص. هادشي علاش كنقولوا ليس من اجل حرجكم، ليس فيه حرج، ولكن من اجل ان ننبهكم بانه 2019 غتكون قاصحه من ناحيه ديال التحسين. ننبه لانه الناس اللي كتعمل مجهود وتستافد من داك الاعفاء في 2019 راه محال غتمشي تخلص. فبالتالي نحن ننبه ولنا عوده في الموضوع مع اقتراب مشروع ميزانيه 2020. نتكلم عن الضريبة على الأراضي العالية بطيئة والتي أصبحت فرس المعركة لشوفال دو باطل، وللمداخل ديالها ارتفعت حقيقة. أنا ما غنتكلمش على القرار الجبائي، وهنا كنختلف مع واحد مجموعة ديال الإخوان. احنا في التجمع كنا رفضنا القرار الجبائي المرة الأولى، ولكن تم تعديله وصادقت عليه المنسقية الإقليمية للحزب وصوتنا عليه بالإجماع. تهلكنا صوتنا عليها الإخوان، أصلوا المعاصرة بغوا يعرضوا حقهم، لحد الآن بقي ما صوتوا، ولكن أخلاقيا خصنا نتحمل المسؤولية ديالها. أينها جات الساعة ديال التقييم ديالو، والسيد الرئيس قال أنا ما عنديش مشكل نعاود القرار الجبائي نجيبه، جات الساعة نقيمو القرار الجبائي. أما بالنسبة الضريبة على الأراضي العالية السيد الرئيس واللي تكلمت عليها والذي التي تفتخرون بمداخلها، أنا ما غنختلفش معكم كثيرا، ولكن كنأكد لك بأن التحصيل ديال هذا الرسم أبان عن ملامح السياسة الجبائية ديالكم. سياستكم الجبائية فيها نوع من الشطط في استعمال السلطة. أقدر أقول لك كلمة أخرى سيد الرئيس، وليس فيها قدح، بالعكس في الموضوعية. سياستكم الجبائية أو سياسة الجماعة ماشي أنتم، فيها نوع من البطش. ونعطيك أمثلة سيد الرئيس، أعطيك أمثلة. هذه تجزئات واحد الناس، تجزئة سكنية أحدثت سنة 1989 في 2012-2013 وتسلمت وتحفظت، والناس خدات التيترات ديالها، أكثر من 70% ديالها مبني، يعني الناس ساكنين فيه. جينا حنايا في آخر النهار عاد ماشي عاد، وفرضنا على داك التجزئة الضريبة على الأراضي الغير مبنية وهي التبنات. وهاد الشركة دابا اليوم غير باش توجد هاد الخدمة وتقول لكم يا ودي راه هذا شغلكم، لأنه لجنة الإحصاء كاين الإحصاء، مشات هاد الشركة عام وهي خدامة وخصت الفلوس، وضفت خيرة الأطر العليا ديالها اللي كانوا مكلفين مواضيع استثمارية، مشاو هذا ينعكس بحال اللي قال السيد بليتو في جزء من مداخلته على الاستثمار. مجموعة من الوقت ضيعوه باش يقولوا الجماعة يا ودي هادشي ظلم، حيدوا لنا هادشي. طبيعة الحال الموضوع تشبك، مشى للخزانة الإقليمية، والخزينة الإقليمية راه ما غيمديلكش رفع اليد على واحد المجموعة ديال القطع، بل ضربتم قطعة تم الاعتداء عليها ماديا لصالح العمران، فيها 10,000 متر داز العمران باعتداء مادي، والتي ان بي قحمتوها للشركة، وهاد الوثائق هاهم. كاين مشاكل أكثر سيد الرئيس، كاين هذا غير في سوء تنسيق بين المصالح ديال الجماعة والخزينة الإقليمية. احنا استبشرنا خيرا يوم تم إلحاق موظف جماعي بالخزانة الإقليمية، وغير باش يضبط هادشي. السيد كتسالو 153 درهم غير في الإرساليات من الجماعة الخزينة، الحجز التنفيذي في المحكمة زادوا له 3 زيروس ولا 15 مليون ديال الدرهم. بالله عليكم وحنا كنعرفوا المغرب كاين شي موظف دابا يعطيه رفع اليد على داك مليار ونص، 15 مليون ولات مليار ونص، هادو وقائع. وباش تحيد داك الحاج اولا غير باش تعمل واحد الاستدراك ديالو خصك عام،
وهذا السيد اللي وقع له هذا المشكل على فين اكتشف؟ مشى المحافظة يبيع، مشى المحافظة يبيع، قيمة ديال البيع 11 مليون درهم، ولكن قال له المحافظ نبيع ندوز لك البيع خصك تجيب لي مليار ونص، يعني خصك تكمل 400 مليون من عندك. مشى كيقول الشاري صبر عليا، ما تصبر عليا، دار شهر شهرين الشاري مشى بحالو وضيع الصفقة ديالو. أنا مستعد سيد رئيس لجلستي، أنا ما كنجيشي عندك على شي مصلحة ديالي أبدا، والحمد لله إدارة ديال الجماعة فيها الخطور، وأنتم كذلك تتجاوبون مع الشكايات والتظلمات، ولكن هذا نوع ديال الشكايات خصك الوقت كبير باش تحلو، واخا تبغي، لأن فيها مصادر وعقد. دائما في إطار المداخيل تكلمتم عن باقي استخلاصه، هنا غيرتوا الخطاب، اعترفتم أنتم بأنه مجهود كبير ينقصكم في هذا المجال ديال باقي استخلاصه. اليوم قلت بأن هناك مجهود بديل، عطيونا النتائج ديالو بالأرقام خصنا نعرفو، لأن حنا كنقولو ما دار والو في هذا الشق، وهذا الشق اليوم هو ماشي هو التي ان بي، ماشي رسم العقاري اللي هو فرس المعركة لو شوفال دو باتاي، فرس المعركة اليوم هو الباقي استخلاصو. بحال اللي قال زميلي خصنا نحيدو اللي ما صلحش ونركزو على اللي صالح، واللي قادر يتخلص يتقصر عاد داك الساعتين. نفس الشيء بالنسبة للوعاء الجبائي، السيد النائب الأول تكلم على توسع الوعاء الجبائي، بغينا نعرفوا شحال توسع شحال كبر، ولكن الوعاء الجبائي اللي كنتكلموا عليه حنايا ماشي هو ضريبة على الأراضي العارية، حنا كنتكلموا على الرسم على الخدمات الجماعية، نتحدثوا عن الرسم على الخدمات الجماعية، هذا هو اللي فيه الإشكال، هذا هو اللي كنقولوا بأنه 30% الساكنة هما اللي كيخلصوا، هذه هي العدالة الاجتماعية. كتقولوا بأنه المعارضة لا تقترح، معارضة لا تبادر، معارضة ما عندها ما تقول إلى غير ذلك. خلال تنزيل مشروع المالية 2018 كانوا حاضرين أربعة نواب السيد الرئيس، أربعة، السي محمد محجور، السيدة فاطمة بن الحسن، السي عبد المنبي مورو، السي عبد السلام العيدو، واقترحنا عليهم قلنا لهم يا ودي الشريط الساحلي ديال جماعة طنجة طويل، فيه بلايا، فيه مربل، فيه أشقار، فيه باقاسم، فيه ميتراغاز، وكل هذه الشواطئ تعرف أنشطة مكثفة خلال فصل الصيف. ما هي توقعاتكم من مداخيل في هذا الشهر؟ صفر درهم، صفر درهم، علما بأن الأنشطة التجارية تضر. كان واحد الخلاف قبل مع وزارة التجهيز، لأنه هي كانت تعتبر راسها الأحق في تحصيل شغل الملك العام المؤقت البحري، ولكن دابا اليوم القانون انصف الجماعة واعطاها الدرب الأنشطة التجارية، وسولوا السيد الرئيس ديال الجماعة الفنيطة قول نضيق، ومن اللي يقول لكم السيد الرئيس ودولوا يدربون الأنشطة التجارية وكيدخلوا منا فلوس كبار، وأنا أتوقع باش ندخلوا واحد جوج ثلاثة ديال المليون ديال الدرهم. هذه باش ما تقولوش بانه لا نساعد، هذا كلام ولا كانوا المحاضر كيتسجلوا تسجلوا غير يقولوا. جيو النفقات، ترشيد النفقات، انا هنا كنمشي عليكم شي شويه شبرت فراسي، يعني في الاول ضحكت ولكن في الاخر هضرت. علاش؟ كيفاش السيد النائب الاول كتقارن 3 سنين ديال العمل مع 6 سنين؟ كيف تقارنون 3 سنوات من العمل مع 6 سنوات؟ قارنتي 2015-2018 يعني الولايه ديالك وهذا الجدول مع 2010-2015 وهذا لا يستقيم، ماشي معقول، ما يمكنش، هذه مغالطة كبيرة. الخطير في الأمر بأنه تم تمريرها في بعض الجرائد، أنا هذا الجدول شفته في الجريدة،
ولكن قلت بأنه ربما غلط، ولكن أتكلم تفعل هنا قلتم بأنه نسبة ترشيد النفقات بلغت 77%، سي نورمال عادي، لأنك قررتي 3 سنين ديالك مع 6 سنين، كخصك تقارن 3 سنين ديالك مع 3 سنين ديالو اللي فيها بالمناسبة مكتبين، مكتب ديال السي سامر عبد المولى ومكتب ديال السي فؤاد العماري، كخصك تقارن 3 سنين ديالك مع 3 سنين ديالو أو لا تشبر السنين ديالو وتقارنها مع 6 سنين ديالك، يعني تعمل توقع لأن إكس ما كتساويش إكس يو، هو عنده إكس نتينا عندك إكس بريم ضربة في جوج، وغتعمل توقع أنا غنكمل الولاية ديالي بهذا العدد، وبالتالي غتلقى بأنه ماشي هما نفس الأرقام اللي عطيتي. قلتي بأنه المجلس السابق صرف 71,790,000 درهم، أنا صرفت غير 15,000,000 درهم، سي نورمال لأنك نتينا كتهضر على 3 سنين إكس سور دو، وعمل لهم 2015-2021 ما غتصرفش 1,300,000 درهم، غتصرف 2,653,000 درهم، يعني نسبة الترشيد قلتي نتينا 58% خصها تكون غير 14%. مصاريف الإقامة والإطعام 15,000,000 درهم، المجلس السابق قلتي أنا صرفت غير 4,000,000 درهم، وبصح صرفت 4,000,000 درهم، أنا جاتني بزاف في هاد 3 سنين. الواقع بأنه من 2021 غتكونوا صرفتوا 8,163,000 درهم، ماشي 4,000,000 درهم. لوازم المكتب والمطبوعات شراء الوقود والزيوت إلى غير ذلك. كنجيو المصاريف الاتصالات اللي قلتوا بأنه تم صرفها 2 مليار، ولكن ما قلتوش بأنه داك 2 مليار فيها واحد 3,500,000 ديال الدرهم كان شراء تطبيق من اتصالات المغرب لصالح مصلحة الجبايات من أجل تتبع ملزمين، ياك السيد القابض شرات واحد لابليكاسيون لصالح مصلحة الجبايات، يعني داك 2 مليار ماشي كل تليفونات. هادو مسائل الأمانة نتحمل المسؤولية ديالنا فيها، لا يمكن أن نزايد على أحد. لا اسمح لي ما قلت شيء. وبعض المراكز الله يجازيهم بخير خصهم يعرفوا شنو هي القيمة ديال مركز الدراسات. مركز الدراسات راه واحد الكلمة كبيرة، ماشي يجي يقول أنا مركز دراسات وإلا ضبط صاحبي، راه هادشي خرج من عندك تسرب من عندك، تا مركز دراسات خصك تبحث وتحرى وتمحص، ما يمكنش تخلي هاد المسائل دوز للرأي العام لأن فيها تغليط كبير. ومن هنا السؤال، أين هم المغفلون؟ هذه المعارضة التي تقف عن هذه المغالطات أم الأغلبية النائمة والتي تأتي إلا من أجل التصويت؟ لا لا ولا بالمناسبة أنا ما شفت شي واحد في الأغلبية شي نهار ناقش ولا هذا ولا عرض 3 سنين ديال القرارات، تا واحد ما خدا شي قرار معاكس بزاف. تكلمتم عن التعمير سيدرات، أنا لا أنكر بأن واجب الأجيال من واجبهم تطوير حياتهم اليومية، تطوير هذا المرفق بضخ دماء الحكامة فيه شيء جميل أعترفه، ولكن أنتم السادة رؤساء المقاطعات خلال مداخلاتكم وممارساتكم أبنتم بأنكم طلقتم ورفعتم يدكم عن التعمير الغير منظم. كتكلموا غير على التعمير المنظم وكأن التعمير الغير منظم لم يعد من اختصاصاتكم، علما بأنه أنتم اليوم أصبحتم ضباطا للشرطة الإدارية، وحنا القانون تقاتلنا عليه في البرلمان ومررناه بصعوبة. المجالس السابقة ما كان البرلمان، الولايات السابقة في البرلمان ما قدرتش يدوزو، هو القانون 1266 كانوا كيقولوا له الكاتكات،
لأنه كيطحن بنادم. قانون قوي تعلق بالزجر في مخالفات التعمير والبناء، هذا في يدكم سلاح، سلاح كبير. وبالمناسبة هذا الدرويش، هذا رجل الدرويش، كل شيء كيديرو ما كنشوفو كيستغل الدرويش. علاش حنا ما عندناش الكبدة على الدرويش ملي كنتكلمو على البناء العشوائي ونقفو في وجهه؟ أبدا. الكبدة ديالنا على أن ولد الدرويش ما كنسمحوش يعيش واحد البيئة غير سليمة. سمحوا لي الإخوة، التكلفة الاجتماعية ديال التعمير غير المنظم باهظة الثمن، باهظة الثمن. البيئة التي يعيش فيها ذلك الإنسان وأبناء أولئك الأجيال جد مكلفة، وهنا المسؤولية السياسية قبل كل شيء. هنا خصنا نتحملوا المسؤولية ديالنا كرؤساء جماعات ترابية. يذكرنا التاريخ ضبط، والمسؤولية المالية أكثر، لأنه هذا الاقتصاد غير منظم راه كيجي واحد النهار الدولة خصها تجي وتجهزو. ولا عملتي بأن كل دار كتنقام 30,000 درهم بين الطريق والواد الحار والضو والماء، عملتيها في 1000 دار 30 مليون درهم في العام خصها تخلص الجماعات وهذه مؤسسة عمومية أخرى. ثلاثة المليار، وأنا هنا غلط، كنت غلطان. أنا جل الله رؤساء المقاطعات السابقون هم الذين كانوا ضالعون في ذلك، ولكن كنشوف اليوم بأنه الوضع مستمر وبوتيرة أكثر. سمحوا لي الإخوان، هادشي راه باقي زايد القدام. وغلطت أنا جل الله بأنه كانت هناك أيدي ضالعة، ولا وهنا عاود بحال السوق ديال كاسابراتا كنجيو كنقولوا لا القايد. القايد هو يمثل الإدارة، والإدارة موضوعة رهن إشارة الحكومة، ونحن جزء من الحكومة فوضت لنا اختصاصات بميثاق 1975. الإدارة موضوعة رهن إشارتنا، إدارة الأمنية والترابية والقوات المساعدة، كل شيء رهن إشارة رجالات السياسة. قالت هما واش غيتحركوا ولا لا؟ واش غيتحملوا المسؤولية ديالهم ولا لا؟ تكلمتم عن تصميم تهيئة واحد المداخلة ماشي ديالكم، وهنا أحيلت على المداخلة ديال السيد النائب الأول حينما ذكر يوم مجيئه إلى الجماعة وما وجده من أحكام ودلول في عنق الجماعة. ما عقلتش السيد النائب الأول واش 85 مليار ولا 58 مليار. أنا تصميم تهيئة كنقول لك طبقنا شحال من مليار صحة، واش 400 ولا 500 ولا 600 ولا 700 مليار؟ راه واش عندنا شي دراسه استشرافيه في هذا الموضوع؟ هذا بمجرد التطبيق ديالو اصحاب الحقوق غيخرجوا من كل جهه، كل واحد باش غيطاف. فبالتالي يجب وضع دراسه استشرافيه عندها علاقه بالتطبيق ديال تصميم التهيئه وكلفته اقتصاديه. موضوع آخر سيد رئيس، موضوع آخر عنده علاقة بالاستثمار والعقار اللي هو اليوم التقسيم والإدماج، هذا موضوع ينعكس اليوم على الاستثمار في العقار بشكل كبير في جماعة طنجة، والحل ليس بيدي اللجنة العادية لا كوميسيون نورمال، حد اليوم في يد السلطة التشريعية، لأن هناك جدل قانوني ومض قانوني في هذا المجال. والأستاذة كريمة فيلا مشكورة كنت كنهضر معها غير هنا ذاك النهار، قالت لي بأنه واحد ميساج للسلطة الله يرحم ما كاينش اللي كيهضر، واش هاد السيد هذا جاي يخدم العمل تبعوي؟ ها
عامل حصار علينا سيد باسا الله يجازيك بخير ميسا سيد والدك باسا عامل علينا الحصار من تقني المغوبة بالعباس معاهم حنا كنقولوها المعارضة والأغلبية ومالك وعسى سيدنا لأن ما عاد خرجتي مع القضية مزيانة هذاك باسا عطينا مشاكل تسمو عطينا شي سيد عبد حكرنا حكرنا اليوم قال العفو ما يكون حتى شي جمعية عندي قال لها البيرو هذا ما يكون حتى شي واحد سيد عمده وحنا كنخدموا العباس معاهم زيرو درهم ما عندنا لا تعنا والو سيدي خاطر باسا لا تقهرنا باللي شاو على المشاكل هذا ميسا ساعد مشانا ما عاد خرجتي مع مزيانة سوق مسامح تفضل السي حسن شكرا سي غارس بحال قلت هذا الموضوع ديال التقسيم والادماج اليوم كيطرح مشاكل اجتماعيه ومشاكل عندها علاقه بالاستثمار ومطلوب من السيد الرئيس بصفته حاملا كذلك اللي هو رجل سلطه شرعيه في نفس الوقت هو مستشار في البرلمان تفكر في هذا الموضوع استاذه كريمه افيله على علم وعلى درايه بهذا الموضوع تكلمت معايا تريد تعديلا قانونيا ربما او مشروع قانون جديد اللي اصبح ضروريا وملحا سي درايس ملحا اختم برسالتين الرساله الاولى قل لكم سي درايس وهذا رساله ليس بالسي درايس انا استثني السي درايس من هذه الرساله دي رساله الاغلبيه يدنا ممدوده عدم الإشراك كاين ما كاينش الإشراك لا ما غنقولش الحيثيات حنا دخلنا الاتحاد الدستوري ولا دخلنا لائحة الوفاء أنا ما عنديش الحق نتكلم عليهم ولكن اللي عارف بأنه الإشراك يكون في القرار السياسي وهذا الشيء اللي كان في الولاية السابقة أيضا خدمنا في الولاية السابقة إذا لماذا تغيرت الأمور من الولاية السابقة للولاية الحالية لأنه الأغلبية المطلقة هي اللي تسبت في هذا فهذه الفلسفة الجديدة وهذه السياسة الجديدة أنا شريك معك استشركني في القرار السياسي في المقاد الحزب من يمشيوا للجنة نكونوا شدينا ومن يمشيوا للمجلس نصوتوا نكونوا شدينا ولكن مشيت هذه الجنة عاد كانت فاجأنا بسياسة جديدة تمارس علي وأنا شريك نفس الشيء بالنسبة للمعارضة على الأقل الإخبار انا قلت لكم شنو وقع لي بزاف ديال المرات كانت عيط وكنتصلوا بعض التليفون بحال اللي كنسعوا وكانت كرصوا وكاين نائب رئيس مكلف بقطاع معين ما يجاوبكش يومين ثلاث ايام كاين نائب رئيس او رئيس لجنه ملي كيشوف بانه ليست من مصلحته ما يجاوبكش ما كيجاوبكش وحنا ما تربيناش على هادشي ما تربيناش سمحوا لي الاخوه في هذه الكلمه هذه راه شويه ديال الفعيل كيوقع وهادشي خصنا نبدو اعتذر عن استعمال هذه الكلمه ولا كنسحبها كاع اذن كاين اشياء ممارسات ما مارسناهاش حنايا في الولايه السابقه انا ما كنتش عضو ولكن كنت متتبع كان الاشراك وكان الانفتاح والقرارات السياسيه لا تمرر في اللجان كانت تمرر خارج بين التحالفات ومن خارج التحالفات اذا شنو وقع واللي وقع هو هذه الاغلبيه المطلقه والاستقواء بها ولكن راه نتوما كتشوفوا بحال اللي قلت قبيلتي المعارضه كانوا فيها 4 ديال الناس اليوم راه وصلت لـ20 على الله فين غتوصل الامور بيدكم انا نقول لكم واحد الحاجه بانه الاحتقان ولا ما تسولتش هذه الوضعيه هذه ورجع التواصل بحال اللي كان راه غنعيشوا الاحتقان والساعه ديال الاحتقان من سيؤدي الثمن ستؤديه الساكنه ديال الجماعه ولكن حنا غنضطروا ندافعوا على الوجود ديالنا مع ان ما نعملوا وبالتالي احنا كنتكلموا بنيه حسنه بحرقه الله يخليكم الاخوان راجعوا السياسه ديالكم وانا استثني من هذا الكلام مجموعه من الاشخاص باش من ولكن كاغلبيه كنقول لكم راجعوا لانه الا لقيتوا بهذا الشكل غدا غتفقدوا الاغلبيه المطلقه وما غتلقاوناش راه ما تعتقدوش بان هذه الاغلبيه المطلقه ستدوم انا التجربه ديال بن خلدون كنتكلم عليها انا لا اعلم والله ولكن عبد الرحمن بن خلدون تكلم على هادشي كل واحد كيدوز الوقت ديالو حقبه كيجي اخر حقبه كيجي فبالتالي نهار اللي ما غتبقاش عندكم الاغلبيه المطلقه شنو غتعملوا هذا تجيو تفاوضوا معنا هذا لا يعقل وبهذا الكلام اختم واشكر السيد الرئيس وجميع الحضور على حسن الانصات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته